أكيد يعني دكتور، يمكن اليوم لما نحكي عن السوشيال ميديا وكل هذه التفاصيل، وزي ما حكت يمكن أيضا شافكي في موضوع الطب والهندسة وغيرها، إنه اليوم حتى قد ما بتكون أنت يعني شاطر في عملك، بس لازم تكون معروف أيضا على السوشيال ميديا، تكون معروف على وسائل التواصل الاجتماعي. كثير من الأطباء يعني عم بيتجهوا أيضا يعمل دعاية في هذا الاتجاه، مع دخول اليوم أيضا أشكال وظائف جديدة من خلال السوشيال ميديا والترويج، وأصبحت منصات للإعلان والدعاية والبروموشن لكثير من خلينا نحكي المنتجات اللي عبر وسائل التواصل الاجتماعي. أين اليوم الوظائف اللي بحاجة للعلم، اللي بحاجة للدراسة، اللي بحاجة إلى أبحاث وتفاصيل كثيرة؟ هل ستتأثر أم سيكون هناك شيء جديد كخبير أيضا ومطلع، والنصائح التي تقدمها في هذا المجال؟ لا والله، أنا يعني أنا محتك بهذا الموضوع بقالي دلوقتي يمكن 42 سنة وأنا بعمل في هذا المجال. إن نصيحي دائما إن الإنسان لا يعتمد في المعلومة إلا على مصدر موثوق فيه. يعني إيه؟ يعني مثلا في منتج بيقول إن ده المنتج ده بيعمل على ده جهاز بيأمن المعلومات بتاعتك. طب بيأمنها إزاي؟ هات لي الريفرنس بتاعك العلمي اللي بيؤكد الكلام اللي انت بتقوله. في منتجات كتير بتنزل انا شخصيا احتكيت بيها، والناس بتاخدها على انها سيكيور، وان هي بتامن الشبكات وبتامن الاتصالات ودرجه السيكيورتي بتاعتها عاليه. السيكيورتي عندنا ليفلز، وكل ليفل اكوردنج للماتيريال اللي انت خايف عليها. زي اللي عنده خزنه هيحط فيها المرتب بتاعه، ده مش محتاج اكتر من درج. لكن لما تحط فيها الماز او مجوهرات او حاجه كده، لازم تكون خزنه مكلفه وتقيله وليها قيمه عاليه. فالناس عامه احيانا يعني بتسترخص او بتستسهل ان هي تجيب برامج رخيصه، تجيب حاجات فري من على النت. اول ما تسمع عن حاجه فري على النت لازم يجي لك شك 100%. على النت ما فيش حاجة اسمها فري. النت دي مش يعني دي مش حاجة سبيل، لا، دي ناس بتتاجر وتجارة بكل الطرق. حتى في البرامج اللي هي بتنزل فري، الأفلام الإباحية، كل دي وراها مشاكل جامدة جدا ما حدش بيحس بيها. الشباب لما بيجي يطلعوا على الأفلام دي بتخشله بحاجات جوه الكمبيوتر عندهم، بتقدر تسحب كل الداتا اللي عندهم جوه، لان مفيش حد هيعمل افلام زي دي ببلاش. لا، مفيش حاجه على النت اسمها ببلاش، كل حاجه ليها تكلفه، وهم بيكسبوا كمان، مش هياخدوا تكلفه، لا، وبيكسبوا كمان من وراها. وبالتالي لازم نكون حريصين جدا في التعامل مع وسائل المختلفه والدعايه المختلفه اللي بتنزل على النت، وزي ما بنقول مفيش حاجه ببلاش.